من البار حد سامي نشكره. والان سامع كلكم في شوك ان انتوا تسمعوا الراجل اللي احنا بنقول عليه المربي الفاضل والمؤسسه الازهريه، هتسمعوا ومش هتندموا، وبعد ما تكلم بعد ما يتكلم هتقولوا كلامك صح. يا صبح صبح بيعشق ابو زيكم، محمود كامل بيعشق ابو زيكم، وباذن الله يكون خير. ومع رمز ابو داود، مع ابن ابو داود الشاب اخونا الراجل الرياضي المحترم، وكل الرياضيين محترمين ودايما بيبقوا حلوين ومحترمين واخلاقهم عاليه جدا، مع المربي الفاضل ابن مؤسسه الازهر الشريف، ابن ابو داود، ابن دايره تمي، ابن دايره السبلاوين. بس قبل ما تدوه لكم هديكم كلمه، لو دايره تمي رجعت بشرى ايه؟ لو دايره تمي رجعت مرشح او صاحب كرسي مركز النواب او الشيوخ منكم انتوا يا ابو داود، والله لو رجعت دايره تمي اللي هيفوز بالكرسي ده هيكون من ابو داود بفضل رجاله ابو داود وضيوفنا واصدقائنا وجيراننا مع الاستاذ محمود محمد كامل سليمان رمز المدفع. بابا بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وما النصر إلا من عند الله. بسم الله وتوكلت على الله. أولا أنا ابنكم وأخوكم الصغير محمود كام ابن أبو داود، وبفتخر إن أنا من أبو داود ابن مركز تمي، وبيشرفني ان اكون من مركز الفلاحين اللي بيقول عليه مركز تمي الانبيت. طبعا في البدايه انا بشكر الاب الثاني ليا الحاج سيد شحاته اللي جه برغم ظروفه الصحيه واصر اول واحد يكون موجود واول واحد يتكلم وقلبي ما فيه كفايه. بشكر كل اهالي ابو داود، كل اهالينا الضيوف من كل البلاد اللي جات لنا، من كل العزه اصحاب واصحاب اهالي ابو داود، بشكرهم كلهم. ضيعنا عليكم شويه في الوقت، معلش اتاخرنا عليكم، بس ده عشاننا فيكم. اولا انا ترشحت كاني واحد منهم، انا واحد من الطبقه العاديه جدا اللي زي ما الحاج سيد قال وكل الناس الافاضل اتكلمت، مش من الطبقه الراسماليه. عندي حميه الشباب وبتعلم من الناس الكبيره، بمشي بنصايحهم، ومحتاج اخواتي اللي قد والاصغر مني والشباب هو اللي يمشي معايا ويدفعني لقدام، هو اللي يتحرك. محتاج كل واحد كبير في البلد، كل واحد من البلد بيأيد لابو داود، لان ابو داود يعني بنسميها زي مصر، هي ام الكره الموجوده حوالينا. ابو داود عمرها ما بخلت على حد في اي مكان، خدمات او استقبال او ضيافه، ابو داود دايما بلد الكرم، والناس الضيوف اللي جايين عندنا يستاهلوا الكرم ويستاهلوا اكتر من كده. ابو داود اذا كانت قلنا او الناس بتعتقد ان الدايره كبرت علينا، انا في البدايه ترشحت او اعلنت ان شاء الله النيه للترشح، علشان انا واحد حاسس بالمشاكل اللي عايشين فيها، حاسس بالظروف بتاعت الفلاح والمدرس الشاب اللي مش لاقي شغل، حاسس بمشاكل التعليم والصحه وكل حاجه. الناس قالت في الاول معلش يعني انت لسه صغير، بلاش نقول يعني حاجه اقل من كده، يعني والدايره فيها زي ما بقول فطاحل، فيها ناس كبيره، بنحترم الجميع ايا كان راس مالي او سلطه او اللواءات او دكاتره، كل الناس على الدرجه. اولا احنا 30 مرشح، دول 30 متنافس، مفيش بينا عداوه خالص، انا واحد وفي 29 متنافسين معايا، ده كله ماتش كوره عشان في النهايه اثنين يكسبهم وال 28 هنقول لهم هارد لك، والاثنين الكسبانين هنقول لهم الف مبروك. الكسبان شال مسؤوليه اكتر من الخسران. اللي خسر او اللي ما حلفوش الحظ وما حلفوش التوفيق هو يمكن ضيع شويه وضيع مال شويه، بس المال ده اخر حاجه. ضيع شويه مجهود شهر واثنين وثلاثه وسنه وهيقعد يستريح بعد كده. اللي هينجح مش معناه ان هو هيكسب فلوس، لا ده هو هيضيع خمس سنين جايين كل يوم يكون في مكان، كل يوم يكون في بلد، التليفونات ليل نهار،
هو نزل عشان يبقى خدام للناس، يبقى بياخد طلبات الناس من هنا، مش طلبات مجاملة او حاجة. لا ده احنا بنقول احنا عايزين ناخد نجيب حق الناس، عايزين نساعد بلدنا وعايزين نساعد مصر بصفة عامة، نحاول نديها افكار خارج الصندوق، نحاول ان احنا نجيب المصالح اللي تيجي تخدم دايرتنا كلها مش ابو دول بس. تعقيبا بزود بس على كلام الناس الافاضل اللي اتكلموه، محمود كامل مش مرشح ابو دول، وان شاء الله من النهارده من اليوفط الجديده اللي هتتعمل من اول بكره احنا نعمل محمود كامل مرشح دائره تبي والسنبلاوي. ابو داود بلدي وكل الناس اللي بتجي لنا بتعتبر ابو داود بلدها، لكن انا بعون الله ابو داود على راسي، وكل الناس من اول من اكبر واحد لاقل واحد في ابو داود، الراجل الكبير الشاب الست البنت الاطفال كلهم على دماغ، كلهم انا لازم مخصوص عشان اخدمهم عشان نغير الفكر شويه. نفسنا يكون النائب عمل تطوع. انا يمكن اتكلمت زي ما قلنا والناس قالت الموضوع ده صعب، صعب ان واحد شباب ينجح في وسط الناس دي كلها، بس انا على شمل ابو داود كنت دايما من اول يوم، ويمكن الناس المقربين مني اصحابي وزملائي اللي دايما كنت بشاورهم في كل حاجه قلت لهم انا عندي امل كبير في ابو داود، ولو الدايره محافظه عندي ثقه كبيره في ابو داود، لان خير مثال على كده الحاج سيد شحاته على مستوى خمس مراكز بني عبيد في مي السنبلاوين اجا ميد غمر خمس مراكز واللي نجحه ابو داود. مع احترامنا لكل الناس اللي كانت موجوده في القائمه على دماغنا، لكن ابو داود اللي كانت في كل البلاد اللي ماسكت الدايره بالكامل خمس مراكز ونجحنا، فانا واثق 100% وبقيت اعاند واكابر واقول للناس ان شاء الله وبعون الله انا اقوى مرشح موجود في الدايره، اقوى مرشح بابو داود، اقوى مرشح بكل الناس اللي موجوده، الضيوف اللي جات لنا بتأيدنا اللي ما حدش غصبهم انهم يجوا، اللي ما حدش جاب لهم عربيه مخصوص ولا حد اداهم فلوس، ده ناس كلها افاضل، كلهم ناس قامات، ناس كبيره، شباب، ناس متطوعين، ناس حاسين ان محمود حاسس بكل حاجه جواه، حاسين ان محمود زميلهم في الشغل في الازهر في التربيه والتعليم، حاسين ان محمود زميلهم في الملاعب، حاسين ان محمود زميل اولياء امور بصفته مدرس، حاسين ان محمود واحد منهم. فعشان كده انا واثق في الله سبحانه وتعالى وبيكم بابو داود وبكل احباب ابو داود وبكل المؤيدين اللي بيحبونا هنقدر نعمل المستحيل. مفيش حاجه في الدنيا اسمها مستحيل، المستحيل اللي انا على رايي او مبدئي المستحيل دي الحاجه اللي في الغيبيات والحاجه اللي عند ربنا سبحانه وتعالى. اما ممكن الحاجه دي صعبه بس مش مستحيل، والصعب ممكن يتحقق، لكن طالما مش مستحيل، طالما حاجه ربنا ما حرمهاش، طالما حاجه احنا بنسعى عليها وما علينا الا السعي وعلى الله التوفيق والنجاح. بسم الله الرحمن الرحيم. اهالي ابو داود الكرام، كل الناس، ابو سير، العميد، تاج العز، السماره، المهي، ابو ياسين، ابو داش، كفر سنجاب، سدقه، برقين، شبرا سندي، كفر غنام، كفر الشرفه، الحصينه، دوي، في مي بطاش، كل الناس او كل الضيوف الجايين عندنا من دايره مي والسنبلاوين انا بتشرف بيكم وبقول لكم ان شاء الله انا بيكم هنحقق كل حاجه. بقول لكم ان شاء الله، اقول لكم دايما على ثقه ان احنا استخرنا ربنا سبحانه وتعالى وبنعاهد الناس كلها قدام ربنا ان احنا نازلين علشان ما ننامش ليل ولا نهار علشان نخدم مصالح الناس، علشان نجيب للناس حقوقها، عشان نساعد بلدنا، بلدنا الصغيره ابو داود، واللي اكبر شويه مركز تبي، واللي اكبر شويه دايره تبي والسنبلاوين. مش هنتاخر عن اي واحد في اي مكان في الدايره وحتى لو بره الدايره، لان احنا يمكن ربنا سبحانه وتعالى بيسخرنا لخدمه الناس. اولا بشكر كل الناس الافاضل اللي كان عندهم النيه للترشح واللي فضلوا مصلحه ابو داود واثروا على نفسهم اكثر مني، وبقولهم حملونا مسؤوليه كبيره. يمكن انا والله ما كنت اتوقع اللمه الكبيره ديت في يوم، يعني عشان كده يمكن الكلام تايه مني، وبعد الكلام اللي الناس اتكلمته ده كلهم الناس الافاضل ما عدتش لاقي كلمه اقولها، كل سطر كنت بفكر فيه ان انا اقوله يطلع واحد من الساده الافاضل ويتكلم عنه، فمش عايز اكرر الكلام. انا بشكر كل الناس
اللي فضلت مصلحه ابو داود